الكشف بيتم على يومين يا فندم. كشف اليوم الاول 9 عيادات بدءا من التناسق، ثم العيادات المتنوعه 8 عيادات، رمد، انف واذن، بطنه، جراحه، عظام، اسنان، ثم عيادات اليوم الثاني. الطالب اللي بيتجاوز اليوم الاول عيادات اليوم الثاني، قاع العين، رسم القلب والقلب والسونار. دي كده 4 عيادات يوم ثاني و9 عيادات يوم اول يا فندم. احنا نحب نطمن الاهالي يا فندم وابنائنا الطلاب ان مش معنى ان احنا مش بندور على المرض بس، مش معنى ان الطالب لم يتجاوز الكشوفات الطبيه معناه انه مريض، لا، هو لن تنطبق عليه المواصفات والمعايير اللي حددتها القوات المسلحه طبقا للاستشاريين في كل تخصص بما يتلائم بطبيعه الحياه والتدريبات داخل القوات المسلحه. ده مش معنى كده ان الطالب مريض، انما المعايير لا تنطبق عليه يا فندم. بحق للطالب الالتماس، السنين اللي فاتت كان فيه التماس فقط واحد، والسنة دي احنا فاتحين الالتماس لثلاث تخصصات، فالطالب اللي لم يتوفق في ثلاث تخصصات يحق الالتماس في ثلاث تخصصات، ثلاث مستشارين يعاد الكشف عليه في ثلاث مستشارين بإذن الله. الاختبار النفسي هو احد انواع المقاييس النفسيه، وطبقا لمبدا القياس النفسي كل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه، فالاختبار النفسي بيعتبر اداه من ادوات قياس عينه ممثله من السلوك. بمعنى لو انا عايز اقيس سمه من السمات زي الثبات الانفعالي، الثقه بالنفس، انا من خلال مواقف سلوكيه بيحتويها الاختبار النفسي بقدر اقيس هذه السمة ومدى توفرها في المرشح للاختبار. بيتم من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى بيتم إجراء الاختبار زي حضراتكم شايفين المعملين، والمعمل الواحد أو السيشن الواحد بيشيل حوالي 80 مختبر. تاني مرحلة بيتم فيها عمل لقاء مع الطبيب النفسي، بيقدر من خلاله بيتم عمل مقابلات فردية مع الطلاب عشان يقدر يحدد من مدى وجود مرض أو اضطراب نفسي من عدمه. بالنسبة للطالب المرشح للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من خلال تطبيق بطارية الاختبارات التي تتناسب مع الفئة العمرية بقدر أقف على السمات والاستعدادات الشخصية للطالب للتوافق مع البيئة العسكرية من عدمه، وده بيتم من خلال مراحل قياس النفسي. تبدأ بتحليل العمل للوقوف على متطلبات الوظيفة، ثم إعداد الأوزان النسبية للمتطلبات، ثم تكوين بطارية الاختبارات، ثم إجراء المعالجات الإحصائية واستخراج النتائج. في النهاية بتكون مميكنة، صحح عن طريق دون تدخل أي عنصر بشري بطريقة آلية، عشان ده بنحد من أي تدخل أي عنصر بشري وبتبقى فيها موضوعية. أي اختبار بيتأثر بعامل التعب والمجهود النفسي أو الإرهاق، علشان كده يفضل إن جميع الطلاب يبقى قبلها بيوم نايمين عدد ساعات نوم كافية، ويفضل الطلاب اللي جايين من محافظات بعيدة عن محافظة القاهرة يتواجدوا قبلها بيوم داخل المحافظة، ده بيبقى أفضل. أما بالنسبة عشان الأداء أثناء الاختبار، يجب إن هو يلتزم بالتعليمات اللي هي الضابط اللي واقف عليه بيلقن، بيدي تلقين طبعا أثناء الاختبار، لازم يبقى مركز جدا وسمع التعليمات كويس قوي.
يعني مش قادر أوصف لحضراتكم إحساسي وشعوري دلوقتي، لأنه حفل تخرج الكليات العسكرية تحديداً المصريين كلهم بيستنوه من السنة للسنة عشان يطمنوا على أولادهم ويطمنوا على مستقبل أولادهم ومستقبل ضباطهم إن شاء الله. عاوز أقول لحضراتكم النهاردة إحنا كنا محظوظين جداً إن إحنا نكون موجودين داخل هذا الصرح العظيم، مصنع الرجال ومصنع الأبطال، وداخل هذا الصرح إحنا بنشوف أو شفنا مع بعض جزء من بروفات حفل تخرج الكليات العسكرية. والحفل السنة دي زي ما حضراتكم شفتوه وكان بتشريف السيد رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، الحفل شاركت فيه طبعا الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي والكلية الجوية وكلية التكنولوجيا العسكرية والكلية الفنية العسكرية، وأيضا انضم والكلية البحرية، وانضم بالمشاركة في حفل تخرج الكليات العسكرية كلية الشرطة. زي ما حضراتكم شايفين مشهد بديع وجميل، بنشوف فيه مستقبل مصر وبنطمن فيه على مستقبل مصر. طلاب مصريين اتخرجوا وفرحة أهاليهم وأصبحوا دلوقتي ضباط بيحملوا راية الوطن، وموكل إليهم مهمة الدفاع عن أرض هذه البلد الطيبة. أيضا كمان من المشاهد البديعة اللي احنا بنحب نشوفها في حفل تخرج الكليات العسكرية تخرج ضباط من الدول الشقيقة العربية والدول الأفريقية أيضا عشان يؤكد البعد وامتداد مصر العربي والأفريقي والعمق والقوة الناعمة المصرية من داخل حفل تخرج الكليات العسكرية. أنا شرفت أن أنا أكون موجود داخل البروفا اللي بنشوف من خلالها أو البروفا اللي بيتدرب فيها الطلاب أو ضباط المستقبل على حفل تخرج الكليات العسكرية. احنا كمان يعني ملاحظ انه السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والقياده العامه للقوات المسلحه بيعملوا زيارات متكرره دايما للكليه الحربيه، يعني ايه الافاده اللي بتعود على الطلاب من هذه الزيارات؟ اهتمام السيد القائد الاعلى والسيد القائد العام والسيد رئيس الاركان بالتواجد الدائم وسط ابنائهم للاطمئنان على المستوى العلمي والبدني للطلبه، ده بيزيد من معنويات الطلبة وبيوصل ليهم مدى اهتمام القيادة العامة بإعدادهم لأنهم حماة هذا الوطن. طبعا الأكاديمية وكلياتها هي المنبع اللي بيمد القوات المسلحة سنويا بضباط جدد، وينتج عن هذه الزيارات النفع على الطالب في المقام الأول لأن فيها بيتم تذليل كافة الصعاب اللي بتواجهنا. حريصين جدا على ان احنا ننتقي افضل العناصر، وده المعيار الوحيد اللي احنا الحقيقه يعني حريصين عليه. مش انا بس الحقيقه اللي بفتخر ومعتز بالقوات المسلحه، لا والله انا اتصور ان كل الشعب المصري مقدرين جدا جدا الجهد والدور القوات المسلحة بتقوم بيه في كل الأوقات. أنتم الجيل اللي هيتولى مسؤولية حماية هذا البلد، اوعى تتصور انك انت قيمة كبيرة. وبالمناسبة ما سيبناش شيء في بناء الشخصية العسكرية المصرية أو نجهزك للمهمة إلا ما عملناه.
حضرتك عارف انه هذه الكلية او كليات العسكرية بشكل عام هي الكلية الحلم بالنسبة للعديد من الشباب في مصر، ودلوقتي في طلاب متقدمين كتير وعندهم الحلم ده. حضرتك لو عندك كلمة ممكن تقدمها لهم او نصيحة تقول لهم ايه؟ اولا انا بأكد على شيء مهم جدا، هو ان الأكاديمية والكليات بتفتح أبوابها لكل من يستحق أن يتقدم وينتمي إليها، وبالطبع إلى القوات المسلحة. وهذا الانتماء نتيجة لجهد تم بذله خلال تنفيذ القياسات المختلفة. وعشان كده أنا بقول للطالب اللي بيدخل الكلية بيكون نجح بمجهوده فقط ولا تدخل لأي عوامل أيا كانت، يعني بمعنى أنه لا وساطة ولا محسوبية، والأساس هو مفيش واسطة نهائي، والأساس هو نتائج الطالب طوال مدة التقديم. وفي النهاية بتمنى التوفيق لجميع الطلبة المتقدمين. يعني بشكر حضرتك جدا على وقتك سيادة اللواء أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، شكرا جدا لحضرتك يا فندم. شكرا.